ويبقى معنا محمد فنيش من كاراكاس. محمد، إذا هذه حيلة جديدة تطرح نفسها على ساحة الأزمة، ترى هل سيستطيع مادورو جمع هذا العدد من التوقيعات؟ مادورو يحاول أن يستعمل أنصاره في كسب الكثير من توقيعات، خاصة أنه يرفع صوت 10 مليون توقيع ردا على أو رفضا لسياسة تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فنزويلا بحسب رؤية مادورو. هذا حضرنا جزء من أماكن التوقيع، الحضور لم يكن بالحماس الذي تعطيه أو يعطيه أنصار مادورو، حضور محتشم، لكن نحن نتحدث عن منطقة كاراكاس فقط، هناك مناطق أخرى فيها تأييد كبير لمادورو، لكن أنصار مادورو وقيادة مادورو تستغل الآن بعض الأخطاء للمعارضة، خصوصا أن الأحداث التي كان فيها الشعب يغلي ضد مادورو، يرى معارضي مادورو أن خوان غوايدو لم يستغلها بالطريقة المناسبة. نحن على بعد دقائق أو 10 دقائق تقريبا من اجتماع مجلس الأمن بشأن الأزمة الفنزويلية. المعارضة هنا تعقد آمالها، أقصد سواء أنصار أو على المستوى السياسي، تعقد آمالها على قرار مجلس الأمن، لكن الموقف الروسي دائما حاضرا تجاهها أو مؤيد لمادورو. وفي هذه الحالة يعني على المجال التحليل السياسي لا يمكن أن يعول الكثيرون على قرارات مجلس الأمن في ظل تعاطف روسيا التي تملك حق الفيتو مع مادورو. اليوم وقعت مناوشات كذلك على الحدود بين شرطة الحدود الفنزويلية والكولومبية، وانتشرت مواقع التواصل الاجتماعي فيها نوع من الحدة والتحدي بين الطرفين. المعارضة تتهم نظام مادورو بنشر ميليشيات مسلحة أغلبها ينتمي إلى المجرمين المعتقلين في السجون الفنزويلية. لا ندري مدى صحة هذا الخبر، لكن إذا كان هذا الخبر صحيح فالحدود طيب محمد أعود معك الكولومبية أصبحت مكان خطر أعود معك محمد، أصبحت أخطر بكثير. لو تسمعني أعود معك محمد إلى مسألة التوقيعات كحيلة لجأ إليها مادورو مؤخرا، يعني لإثبات مدى شعبيته وأحقيته. من واقع وجودك في الشارع، هل هل الشعب متجاوب مع هذه الخطوة؟ من الممكن أن يتجاوب مع هذه الخطوة بالفعل ويذهب للتوقيع على مثل هذه الوقيعة، على هذه العريضة؟ الشعب منقسم إلى قسمين، طبقة الأغنياء أغلبها مع المعارضة، الطبقة الفقيرة والتي تعاني من الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية، وقد يبدو هذا الأمر غريبا، متعاطفة مع مادورو، إضافة إلى كبار السن الذين يجمعهم حنين مع الثورة البوليفارية إن صح هذا التعبير، أو الثورة التي يعتبرها مجد وخلود كما يستعمل هذه العبارة مادورو لأنصاره. فكبار السن متعاطفين مع مادورو، الطبقة الغنية متعاطفة مع المعارضة، الشباب كذلك أو ما يسمى بجيل السوشيال ميديا متعاطف كذلك مع المعارضة. انقسام حاد في المجتمع الفنزويلي، لكن على مستوى الطبقة الفقيرة وعلى مستوى طبقة كبار السن لا يوجد هناك تعاطف مع مادورو، إضافة إلى ميليشيات مسلحة تعتبر أن المس بمادورو مس بالدولة ومس بالوطن، وهذا ما أخلط الأوراق ومس بسلمية المعارضة، حيث بين الفينة والأخرى تظهر ميليشيات مسلحة لمادورو تؤثر على السير العادي للنقاش السياسي برغم الاختلاف فيه سواء كان من الأغلبية أو من المعارضة. نعم، محمد الفنيش مراسل الغد من كاراكاس، شكرا جزيلا لك.